لاحتواء تغير المناخ، العالم يحتاج لتشجير نحو مليار هكتار من الأراضي. في إطار البحث عن حلول طبيعية لتغير المناخ، نشر مختبر كروثر التابع للمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا ETH زيوريخ بتاريخ 5 جويلية دراسة في مجلة الساينس، يوضح فيها كيف يمكن أن تساهم زراعة حوالي 0.9 مليار هكتار من الأراضي بجميع أنحاء العالم في إعادة تشجير الغابات وامتصاص ثلثي انبعاثات الكربون التي تسببت بها الأنشطة البشرية. وقد كشفت الدراسة أنه يمكن توسيعة الغطاء الشجري دائم الخضرة في ظل الظروف المناخية الحالية ليصل إلى ما يقارب 4.4 مليارات هكتار، علما بأن المساحة المزروعة حاليا تقدر ب2.8 مليار هكتار فقط. وقد أظهرت نتائج المسح باستخدام أدوات جوجل إيرث وجود ما يقدر ب1.7 مليار هكتار من الأراضي المغطاة حاليا بالنباتات الشحيحة والتربة العارية والتي تعتبر صالحة لزراعة الأشجار. وبالتالي إن استطعنا زراعة هذه المساحات المستهدفة بالأنواع المناسبة من الأشجار، سيكون لدينا ما يقارب 0.9 مليار هكتار من المساحات الشجرية التي تخصص بحيث لا تطالها الأنشطة البشرية. هذا يعني توفير مساحة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية لزراعة أشجار جديدة. وبمجرد نموها، ستكون تلك الغابات الجديدة قادرة على تخزين 205 مليارات طن من الكربون، وهو ما يقدر بحوالي 300 مليار طن من الكربون التي تم إطلاقه في الجو نتيجة للنشاط البشري منذ الثورة الصناعية. ووفقا للدراسة، تقع أكثر الأماكن الملائمة لخطة التشجير الجديدة في 6 بلدان فقط، حيث حازت روسيا المساحة الأكبر فيها والتي بلغت 151 مليون هكتار، تلتها الولايات المتحدة ب103 ملايين، كندا ب78 مليون، أستراليا 58 مليون هكتار، البرازيل 50 مليون هكتار، وأخيرا الصين ب40 مليون هكتار. وفي إطار الدراسة، قام مختبر كروثر بتطوير أداة بحث على موقعه على الإنترنت تتيح للمستخدمين النظر إلى أي نقطة في العالم لمعرفة عدد الأشجار التي يمكن أن تنمو هناك، وكمية الكربون التي يمكن تخزينها في هذه البقعة الشجرية. وقد علق البروفيسور توماس كروثر، مؤلف ومشارك بالدراسة ومؤسس مختبر كروثر، في صفحة الأخبار الخاصة بالمعهد قائلاً: كنا نعلم جميعا أن إعادة تأهيل الغابات يمكن أن تلعب دورا في معالجة التغير المناخي، لكننا لم نكن نعرف مدى عمق تأثيرها. يجب علينا أن نتحرك بسرعة لأن الغابات الجديدة ستستغرق عقودا لتنضج ولتحقق إمكاناتها الكاملة كمصدر طبيعي لتخزين الكربون. وكما يؤكد الباحثون، فإننا إذا بدأنا الآن بخطة التشجير المقترحة، فسنتمكن من تخفيض ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنسبة تصل إلى 25%.